مرحبا أصدقائي، معكم رويا من قناة عالم رويا لتعلم اللغة الكردية. حلقتنا اليوم هو عن الأحرف الصوتية. عنا قسمين للأحرف الصوتية: دبش، تيبين، دنكدير، هنا. الأحرف الصوتية الطويلة تيبين، دنكدير، إندريج، والأحرف الصوتية القصيرة تيبين، دنكدير، إن كورد. أحرف صوتية عددها 8، 5 منها أحرف صوتية طويلة و3 منها أحرف صوتية قصيرة. تيبين دانجدير. الأحرف الصوتية تيبو آ، ميناك، آف يعني ماء، مثال الثاني آخ يعني تراب. تيبو أ، ميناك، سر يعني فوق، مثال الثاني أف يعني هذا. تيبو إي، ميناك، سي يعني رقم 3، إيش يعني ألم. تيبو أ، ميناك، بر يعني أخذ، مثال الثاني مر يعني مات. تيبو إي، ميناك، إين يعني الجمعة، يوم الجمعة، مثال الثاني شين يعني أزرق، لون الأزرق. تيبو أو، ميناك، سور يعني أحمر، مثال الثاني كور يعني أعمى. تيبا أ، ميناك، قل يعني وردة، مثال الثاني قر يعني ذئب. تيبا أو، ميناك، شير يعني سيف، مثال الثاني دور يعني بعيد. تيبين دانجدير إندريج. الأحرف الصوتية الطويلة هنين تيبا آ، إي، إي، أو، أو. تيبا آ، ميناك، آل يعني علم، مثال الثاني با يعني هواء. تيبا اي، ميناك، سيف يعني تفاح، مثال الثاني ميش يعني ذبابة. تيبا اي، ميناك، دين يعني مجنون، مثال الثاني شير يعني حليب. تيبا أو، ميناك، بور يعني شعر، مثال الثاني شور يعني مالح. تيبا أو، ميناك، هير يعني ناعم، مثال الثاني كير يعني عميق. تيبين دانجدير إن كورد. الأحرف الصوتية القصيرة تيبو أ، تيبو أ، تيبو أ. تيبو أ، ميناك، كار يعني حمار، مثال الثاني مه يعني شهر. تيبو أ، ميناك، كر يعني عملة، مثال الثاني هن يعني بعض. تيبا أ، ميناك، كل يعني هم، مثال الثاني قه يعني إذن. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا عندكم أي أسئلة فيكم تكتبوا تحت
في قسم التعليقات، وإن شاء الله رح أرد على كل تعليقاتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطولنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. بتمنى لكم كل الخير والسعادة. مع السلامة.